السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مقطع جديد. اليوم مقطع لعبة براو ستار، راح نشرح عن جليتش السيد باء بالمواجهة الكبيرة. شباب اذا تعرفون انه هاي المواجهة الكبيرة شنو بيها خمسة ضد واحد قوي، المشكلة وين انه هذا الجهاز شباب مقلتج، اذا انفعله هسه اذا شنت انت القوي هذا المعظم، واكو واحد معظل. لحظة شباب خلنا نفتحها، شوف هذا مو المعظل، هذا لحظة شباب هذا مو المعظل اللي هنا، اذا طلعت انت وفعلت هذا الجهاز راح يطلع دم العصفورة اللي تطلع. هو شنو هذا الجهاز شباب مدفعله يطلع عصفورة، العصفورة هاي لما راح تطلع راح تطلع دمها 90,000، تدري شنو 90,000؟ والدمج يعني راح تطيك دم 90,000 اضافي، يعني راح تفوز 100%. فراح نبدا ونوريكم الجلتش ان شاء الله طلع من البدايه مو صعب علي. اوكي شباب ضدنا طلع دينامايك اوكي شباب لما يطلع هذا البطل شنو هذا يطلع دمه 90,000، انت متخيل شنو 90,000 ويدمجها مو وياك، فراح يطلع شيء خرافي. فراح نسوي الجلتش يعني نصير الزعيم احنا اوكي شباب طلعت. يعني شوف اذا فعلت الجهاز شوفوا ايش قدمه، تشوفون شباب ايش قدمه 93,000، تشوفون 93,000، تخيل هذا ايش راح يكتله، راح يقعد يساعدني يعني. بس اوكي يا معود لا مو جاهز، لا خلي خلص هذا خلي اوكي خلاص فعل. شوف شباب تشوفون دم هذا العصفور طلع على عيني منه، تشوفون ايش قدمه، تشوفون شباب ايش قدمه 91,000، ما اعرف ايش قد كميه دم باختصار مستحيل. شوف قاعد يضرب وياه قاعد يساعدني، هذا مستحيل. خل نفعل الثالث، مين يختفون ذولا صح؟ شوف شباب خل نفعل الثالث، شوف فعلنا، شوف ثلاث عصافير 93,000، هذول شلون راح يموتون؟ هيا خذ لك، شوف شباب شوف شلون الجلتش اسطوري، شوف هذول شلون راح يموتون. هذا البطوطه اللي يموت شباب ما لكم علاقه، من هذا البطوطه اللي طالع من الماكينه مالتي، اللي طالع من الماكينه مالتي هذا ما مقلتش، بس ذولا اللي انا اطلعهم من الجهاز مالتي مقلتشين. شوفهم شباب شو قلت لهم، يلا خذ ما يموتون ما يموتون، ما شاء الله يدافعون عني. فيلا احنا راح نقعد نتجول. اوكي وصلت الفكره، ما يحتاج اعبر، لا 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 طقني الشيء، لا لا بالتلذين بالتلذين يا كلاب ايش طيرتم من دمي يا كلب، الله انكم ما تستحون، الله انكم ما تستحون. القم القم شوف شباب شوف شلون دمج اوكي انجلدوا هم جلد بس اوكي والله لا افوز يعني لا افوز. خوش راح تلقمون من هذا الجلتش، راح تلقمون. شوف شباب شغليهم شغل ماكو احد يعني. القم الهطف تعال يا مرتيس الهطف يا اخي، وشلون يعرفون وشلون يعرفون هاكر شنو هاكر انت شنو ما تقول لي انت هاكر شنو من الذين انت هاكر، والله انهم شغليهم ذول البطوطات. يا هطف يا مرتيس يا هطف يا هطف ارميني ارميني هنا شل حقيرة يا أخي حقيرة. فأوكي يا شباب وصلت الفكرة، هذا الجليتش ماتوا ذول البطوطات ثلاثتهم. هاي هاي لا موت لا موت لا موت إن الذين لا لا يا شيخ لا نموت لا نموت ما نبقاش هطف. لا يا شيخ لا يا شيخ متت على ثانية قهر متت. شوف شوف الحظ شوف الحظ يلعن أم حظ. ليتس جو القم 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 شوف شوف على ألف القم. اوكي يا شباب وصلت لهنا وصلنا نهاية المقطع، اتمنى استمتعتوا، اذا استمتعتوا خلي لايك واشترك في القناة، مشترك هذا حساب اخوي شباب مو حسابي، وبس مع السلامة.